بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على واحد من أهم المواضيع اللي في عالم البرمجة، وهي الأريز. هنتكلم على فيرجن منها اسمه الوان دي أريز. طيب، عشان نحاول نموتيفيت كده إيه الداعي لحاجة زي كده، تخيل إن أنا قلت لك اقرأ 1000 رقم 1000 رقم واطبعهم مع كوسين. في تحديين هنا. التحدي الأولاني إنك أنت عايز تعمل 1000 قراية، ده أكيد هتقعد تعمل سي إن 1000 مرة، مش طبيعي. التحدي التاني انك انت عايز تطبعهم معكوسين، يعني انا لو اديتك 1 2 3 4 انت عايز تعرض 4 3 2 1. طب انا هعمل 1000 فاريبل اخزن فيها ال 1000 رقم واعكسهم، مش طبيعي. تخيل مثلا انا قلت لك اقرا 1000 رقم وعايزين نلاقي بير اوف نمبرز مجموعهم 1 2 3 4 5، يعني تلاقي رقمين في ال 1000 دول لو جمعناهم نلاقي المجموع ده. هتعمل ده ازاي؟ هل هتعرف 1000 فاريبل؟ هل هتقعد تعمل اف كونديشن على كل اتنين منهم؟ ده مش طبيعي. من هنا بتيجي اي لغه برمجه عشان تبدا تعرف حاجه اسمها الاري، اري اوف سايز كي. يعني ايه؟ لغات البرمجه بتنتبه انك انت ممكن تبقى بحاجه انك انت تحجز بسطر واحد كود 1000 فاريبل مع بعض وتعرف تعدي عليهم وتشتغل عليهم. من هنا بتيجي فكره الاري. الاري بيبقى ليه سايز وليه داتا تايب. فهنا مثلا احنا بنعرف اري السايز بتاعه كي، بيتحطوا كي فاريبلز ورا بعض في الميموري، كي فاريبلز ورا بعض في الميموري، ويبقوا كلهم ليهم نفس النوع. خلاص كده؟ وبالتالي احنا ممكن نقرا نعرف الري اللينس بتاعه 1000 ونقراهم ونعرضهم مات باي. طيب خلينا نشوف مثال ازاي بنعرف. اول حاجه بنحتاج نحدد السايز، وبنحدده بالكونست بالمنظر ده، كونست انتجر سايز بيساوي مثلا 5. وبعدين تقول له ايه، احنا زمان كنا بنقول انتجر نمبر، دلوقتي تبدا تفتح البريس ده وتكتب السايز وتقفله، وممكن تكتب ال5 ارقام بتوعك لو انت عايز. طيب الكلام ده بيعمل ايه؟ فاحنا زمان عارفين ان انتجر نمبر بيساوي 10، ده بيعرف رقم. لما اقول له انتجر نمبرز وافتح بريس كده واقفل 5، انا بقول له عرف لي 5 ارقام كل رقم فيهم من نوع ايه؟ انتجر. واحنا حاطين هنا ال5 ارقام فور ناو، 10 و2 و7 و5 و3. طيب زمان لو انا كنت عرفت كام فاريبل هقرا منهم واعرضهم بصوره مباشره. طب انا دلوقتي الفاريبلز دي هعرضها ازاي؟ هجيبها ازاي؟ ببساطه شديده بتبدا تعمل كده numbers، تفتح brace of i. الفاريبل ده كده عباره عن ايه؟ ده هيخليك تجيب ال ith number في الارقام بتاعتك. يعني ايه؟ هضرب لك مثال. احنا هنا قلنا عرف لنا 5 ارقام من نوع integer، الفاليوز بتاعتهم 10 2 7 5 3. هنبدأ نقول إن في حاجة اسمها الإندكس. الإندكس ده هو مكان الرقم فين. الإندكس بتاع أول رقم 0، وبعد كده 1، وبعد كده 2 3 4. خلي بالك بقى إيه، لغات البرمجة عادة ما بتبقى زيرو بيزد، يعني كل حاجة بنفكر فيها بدأ من الزيرو. فالخمس أرقام واخدين إندسيز من 0 لحد 4. خلاص، يبقى النمبرز ده موجود في الميموري 5 ارقام ورا بعض، الاولاني الاندكس بتاعه 0 1 2 3 4. طيب افرض دلوقتي انا عايز اغير دلوقتي القيمه بتاعت اول رقم 10 والثانيه 2 7 5 3. دلوقتي لو انا عايز اغير القيمه بتاعت اول رقم، يعني مثلا عايز اول رقم ده خليه 9، ابدا اقول هو ده الاندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه 0. ابدا اقول كده numbers of 0 بيساوي 9. numbers of 0 دي ده الفاريبل الاولاني في الاري. او ممكن اقول له مثلا numbers of 2 في equal 3، هيخش على الفاريبل الاندكس بتاعه 2 اللي هو 7 هنا اللي هو ثالث رقم. خليك دايما فاكر ايه؟ انه زيرو بيزد. numbers of 4 بلس بلس 4 ده اللي هو مين؟ خامس رقم. خلاص؟ اللي هو رقم 3. لو انا جيت اقول له هنا numbers of 4 بلس بلس، هو هيخش يجيب الثلاثة يزودها تبقى 4. لما انا اقول له سي اوت numbers of 4 اللي هو اخر رقم، يعرض مين؟ يعرض 4. لاحظ هنا وانا بعمل الاوبريشنز بتعامل معاها على انه فاريبل عادي خالص. يبقى التريك كلها ان انا بعمل له اكسسنج بالاوف اي كده بالمنظر ده عشان اجيب واحد معين منهم وابدا اعمل عليه اوبريشنز عادي جدا. يبقى بنعرف array ليه سايز محدد، ليه داتا تايب محدد، ونقدر نحط الارقام بتاعتنا او حتى ما نحطش زي ما هنشوف بعد شويه، وبنتعامل معاه عادي جدا جدا جدا. احنا هنا شفنا ازاي نعرف الاري، نعمل عليه اوبريشن، وشفنا ازاي نعرضه، ومن الواضح ان احنا بنتعامل معاه كانه مجرد فاريبل بالظبط. طيب عشان تبقى عايش معايا الميموري،
الميموري بتبقى بالمنظر ده. احنا عرفنا الارقام 10 2 7 5 3 خلاص، قلنا ان في اندكس، الاندكس اوف صفر اول رقم 1 2 3 4، يبقى الخمس ارقام واخدين اندكس من كام؟ من 0 ل 4. طيب اللاين رقم 11 اللي هو دخل هنا قال نمبر اوف 0 بيساوي 9، هيعمل ايه؟ هيخش على الاوف 0 ده يشيل ال 10 ويحط بدلها ايه؟ 9. طيب السطرين رقم 12 و13 بيعملوا ايه؟ 12 هيضرب ثالث رقم في 3، فهيمسك ثالث رقم اللي هو هنا يضربه في 3 يبقى 21، وهيزود على الرقم الرابع 1 بلس بلس، فهيبقى هنا ايه؟ هيبقى هنا اوف 4. دلوقتي ده الاري الجديد في الميموري بعد ما غيرنا الارقام بتاعتنا. طيب احنا عايزين نعرض الارقام، ممكن بقى انت بقيت حر دلوقتي، ممكن تعرضها فورورد وممكن تعرضها باكورد. فورورد يعني بالترتيب بتاعها. هعرضها ازاي؟ هبدأ اقول له كده فور انتجر اي بيساوي صفر، اي اصغر من السايز اي بلس بلس، وبعدين اقول له اعرض لي نمبرز اوف اي، لان احنا قلنا ببساطة شديدة ان احنا عشان نعرض بنخش بالاوف اي دي جوه الاري ونبدأ نعمل ايه؟ نعرض القيم بتاعته. طيب لو انا عايز اعمل باكورد، باكورد يبقى انا كان نفسي اول رقم يتعرض هو مين؟ رقم 4. اخر رقم بيتعرض رقم كيم؟ رقم اللي هو ايه؟ اوف صفر. خلاص انا هنا بتكلم على الانديسيز. فانا في طريقتين، الطريقه يعني في طريقه ان انا هبدا بالرقم واعكس هنا، اقول له هنا سايز ماينس ماينس اي ماينس 1 واعرض الارقام عليه جدا. في طريقه تانية انك انت تعمل الفور لوب نفسه بيبدا من الاخر وهنا بماينس ماينس ويبدا لايه؟ يوصل للاول. بالمنظر ده احنا عملنا طباعه للاري فورورد وباكورد. طيب زي ما عرضنا وزي ما عرفنا احنا كمان ممكن نقرا، يعني انا ممكن هنا اعرف خمس ارقام وابدا الف فور لوب واقول له سي ان نمبرز اوف اي. طب افرض انا عايز اجيب المينيمم بتاع كل الارقام، يعني فاكرين لما كنا بنعمل برنامج يجيب المينيمم بتاع ثلاث ارقام؟ انا دلوقتي بقول لك هات لي المينيمم بتاع 1000 رقم مثلا يعني. فانا هنا هاخد اول رقم فيهم معايا كمينيمم، وهبدا من تاني رقم في الاري لحد اخر الاري، لاحظ هنا اصغر من السايز مش اصغر من او يساوي، وهبدأ أقول له لو المينيمم ده أكبر من الرقم اللي عندي خد القيمة دي، وفي الآخر ساوت المينيمم. فإحنا هنا شفنا إيه؟ شفنا إن هو بيقرأ الأرقام عادي جدا، بنأكسس بوف أي، بنعمل أوبريشنز عليهم، بنعمل مقارنات، بنختار منهم رقم معين. بالمنظر ده إحنا نكون عرفنا إزاي نعرف الأري، إزاي نقراه، إزاي نعرض القيم بتاعته. هنبدأ البراكتس من المرة الجاية، بس حبيت اديكم كده مسألة صغيرة تقعدوا تفكروا فيها وتشوف ممكن تعرفوا تحلوها ولا لا. بيقول لك اقرا 200 رقم بالكتير، الارقام دي كلها مختلفين يعني distinct integers مختلفين يعني. عايزك تلاقي الماكسيمم نمبر والسكند ماكسيمم نمبر، احنا لسه جايبين المينيمم، عايزك تلاقي الماكسيمم وتلاقي السكند ماكسيمم. يعني مثلا لو معاك خمس ارقام وقريناهم 10 20 3 30 7، ففين الماكسيمم هنا؟ 30. طب اعتبره مش موجود، فين السكند ماكسيمم؟ 20. اعرض لي الماكسيمم والسكند ايه؟ والسكند ماكسيمم. اقعد فكر فيها وحاول تكتبها، وان شاء الله المره الجايه نستأنف البراكتس. علمكم الله منفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما. سلام عليكم.